اكشن. ده جاك، شاب لسه قاتل مراته وشريكه في الشغل طازه عشان قفشهم هما الاثنين وهما بيخونوه يا ولاد الكلب. فالراجل لسه قاتلهم وبص الحاله العصبيه صفر، وبيبقى معاه بناته الصغيرين ليلي وفيكتوريا، وبياخدهم بالعربيه وبيمشي قبل ما البوليس يجي. واثناء ما هو ماشي بيبقى فاتح على الاخر وبتاعه مش عارف ايه، وبيبقى الطريق كله جليد، فالعربيه بتتزحلق منه وبيعمل حادثه. بس هما بينزلوا من العربيه سلام وبيلاقوا بيت مهجور في وشهم، فجاك بيقرر ان هما يدخلوا البيت ده. بس قبل ما يدخلوا بنته بتلمح من الشباك ان في حد جوه بيتحرك، ولكن لما بيدخلوا جوه البيت احنا مش بنشوف حاجه، وجاك بيفضل قاعد على جنب لوحده بيقعد يعيط عشان قتل مراته وبتاعه مش عارف ايه. وفي نفس الوقت بتبدا تراوده افكار انتحاريه، وبعد كده بيروح لبنته الكبيره وبيقف يتكلم معاها شويه، وبعد كده بيقلعها النضاره وبيبقى عايز يقتلها. بس من اين لا نعلم بيجي كائن كده من وراه بيروح جاي سحبه في الضلمه وبعدها بيقتله، وبيفضل بناته الصغيرين قاعدين هناك لوحدهم لحد ما بيجي عليهم الليل وبيبقوا قاعدين جوه البيت من البرد. وبعد كده من اين لا نعلم برضو بنلاقي حد من الضلمه حدف لهم برقوقه. وكل ده كانت المقدمه بتاعت الفيلم. بس نكمل بقى نشوف قدام في ايه. وبعد 5 سنين بنشوف ده، وده بيبقى اسمه لوكاس، وده يبقى اخو جاك اللي شفناه اول الفيلم، ويبقى عم البنات ليلي وفيكتوريا، ودي انابل بتبقى حبيبه لوكا وبتبقى عايشه معاه في بيت واحد في الحرام. وبنعرف ان لوكاس مكلف ناس ومديهم فلوس ان هم يدوروا على بنات اخوه، وبيبقى الراجل الكبره دوت والولد اللي معاه، والراجل الكبره دوت فعلا بينجح ان هو يلاقي العربيه بتاعت جاك، وبيلاقي عامله حادثه قدام البيت المهجور اللي شفناه في اول الفيلم، فبيدخل على هناك. ولما بيدخل وبيدور جوه البيت وبتاع بيلاقي البنات وشكلهم ايه ده وتصرفاتهم مش ادميه خالص، فبيجي له ايرور بقى بيقعد يقول لك طيب بقى بيعلق فاهم. وبعد كده بنشوف ده، وده بيبقى اسمه دكتور مارك، وده اللي بيبقى مسؤول عن حالة البنات ليلي وفيكتوريا، وبيتكلم معاهم عن حالتهم النفسية ومش عارف ايه وبتاع، وازاي يخلوا بالهم منهم وان هم محتاجين رعاية مؤكدة. وبعد كده لوكاس بيدخل عشان يتعرف عليهم وبتاع، بس هم بينزلوا تحت السرير معرفش ليه يعني فاهم. بس واحدة منهم بتطلع وبتقرب من لوكاس قوي عشان هو شبه ابوها جدا، فبتقرب عليه وبتحضنه جامد. وبعد كده بنروح على المحكمة، وبنشوف ان لوكاس اللي هو عم البنات وخالة البنات هما الاتنين بيتعاركوا في المحكمة على حضانة الاولاد. فلوكاس بيقول لك لا بقى حضانة البنات معايا انا اللي هخلي بالي منهم، وخالة البنات بقى تقول لك لا انا اللي هاخدهم والخال والد. فلوكاس بيقول لها خالي انت واحدة ست، فبتقول له مالكش فيه انا سترونج اندبندنت حرهر. فطبعا لوكاس بيجي له ايرور. وبعد كده بره المحكمة بيتفقوا ان هو هياخدهم، وهي بصي بيتي مفتوح في اي وقت عايزة تزوريهم تعالي البيت بيتك يعني. وبعد كده بنشوف دكتور ماركو وهو قاعد مع فيكتوريا وبيتكلم معاها، وبتقول له ان هي شافت كائن غريب جدا واسمه ماما، وقصه ماما ديت ان هي كانت في مستشفى امراض نفسيه بعد كده هربت عشان تاخد بنتها، وكان قرارها بعد ما تاخد بنتها ان هي تنتحر. الشغله دي بقى. وبعد كده بنشوف البنات في عربيه بتوصلهم عند عمهم عشان يعيشوا معاه، وبيدخلوا جوه وبتاع، وبعد كده بيبداوا ياكلوا، بيبان عليهم ان هم بياكلوا بطريقه غريبه فاهم، اللي هو ايه مش حيوانات مش بني ادمين فاهم، انا قصدي مش هم يعني حيوانات كرم الله الانسان اكيد، ولكن السلوك في طريقه اكلهم حيواني. وبعد كده بنرجع للدكتور وبيبقى قاعد مع الست اللي شكلها مش عاوز دي، واللي بيبقى بيدور على اي خيط عشان يوصل منه للكائن اللي اسمه ماما، وبيحاول يوصل لاي حاجه توصله لعنوان المستشفى الامراض العقليه اللي كانت فيها. وبعد كده بنرجع لبيت لوكاس وبنشوف ليلي وهي بتلعب مع اختها في الاوضه، ولكن بعد كده بنكتشف ان ليلي لوحدها واختها مش معاها، واللي بتلعب معاه دوت الكائن اللي احنا بندور عليه. لا 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 لا. ولما بيجي الليل بنشوف لوكاس وانابل وهم بس انابل بتشوف في المرايه خيال حد معاهم في الاوضه، فبتقول له لوكاس وبتاع يا اسطى في حد معانا. فلوكاس بعد كده بيطلع عشان يبص يشوف في ايه وبتاع، مش بيلاقي حد. بس هو ماشي بنشوف حاجه غريبه بتطلع من السقف وبتهجم عليه وبتوقعه من الدور اللي فوق. وبعدها بنشوفه هو في المستشفى وبتبقى قاعده معاه انابل، بس لوكاس بيبقى في غيبوبه والدكتور بيقول هو مش عارف هيفوق منها امتى، وده معناه ان انابل هتبقى قاعده مع البنات لوحدها في البيت. وبعد كده بنشوف الدكتور وهو قاعد مع انابل في اوضه البنات، وانابل بتقول له ان البنات فعلا سلوكها غريب وبيقعدوا يتكلموا مع حد مش موجود ولا متشاف واسمه ماما، فايه الشغله ده دكتوره؟ فالدكتور كده كده بيبقى معلق مع الاسم، ولما بيرجع بيتفرج على الفيديوهات اللي كان بيصورها لفيكتوريا وهو بيتكلم معاها، بيبدا يتاكد ان الكيان اللي هي بتتكلم عليه اللي اسمه ماما دوت موجود بحق وحقيقي. وبعد كده بنرجع للبنات وهم قاعدين في اوضتهم، واحده بتصحي التانية وبتقول لها يلا عشان ماما جت وعايزين نلعب مع بعض وبتاع. فانابل بتبقى في اوضتها وبتاع وبتبقى سامعه دوشتهم وهم بيلعبوا، فبتروح لهم فبتقول لهم الوقت متاخر بقى بنات وروحوا ناموا وبتاع وما ينفعش نلعب في الوقت دوت. ففيكتوريا بتقعد تقول لها كلام غريب كده فاهم، اللي هو ايه فكك عشان ما تموتيش امشي. وبنشوف انابل تاني يوم وهي مع الدكتور وبتقول له بقول لك يا دكتور انا سمعت صوت غريب مع البنات امبارح وبدات ما اطمنش للموضوع ده. فالدكتور بيقول لها على وضعك بقى خليكي مش مطمنه لان انا هسمعك نفس الصوت
الصوت عندي دلوقتي في اللابتوب وانا بعمل الجلسه مع فيكتوريا، فالشغله اللي انت سمعتيها دي اللهم صل على النبي كده حقيقه. وبيرجع تاني الدكتور للست المشعوذه ديت وبيحكي لها قصه المريضه النفسيه ديت وبتاع ومش عارف ايه. المهم ان هو بيتاكد بحقه حقيقي 100% بقى المره دي ان في كائن اسمه ماما، وهو مش حالل بقى، عايز يعرف ماما دي تبقى ايه. وبياخد صوره ماما اللي هي هربت من المستشفى زمان ديت من الست المشعوذه دي. وانا لما بتروح البيت بنبدا احنا كمشاهدين نشوف ماما، لكن هي بتلف بقى ما بتشوفش حاجه، لسه ما خدتش ما عرفتش ماما، فاهم قصدي؟ احنا بس اللي بنشوفه. وفي نفس الوقت بنشوف لوكاس ان هو بيحلم بكوابيس لاخوه، اخوه كده ماشي وهو وبيقول له يا اسطى خلي بالك من بنات يا اسطى. وتاني يوم بنشوف انابل وهي واخده البنات وبيزوروا لوكاس، وفيكتوريا بتبقى بتوري لوكاس رسمها وبتاع، فبيقول لها ماشي حبيبتي حلوه وبتاع. وبعد كده انابل بتتكلم مع لوكاس وبتقول له يا اسطى البيت فيه حاجات غريبه بتحصل وانا خايف اقعد لوحدي، وانت ايه لازم يعني فاهم خفف اسرع وقت على قد ما تقدر، روح بس اقعد في البيت وانا هعيشك ملك بس تبقى جنبي عشان خايفه يا اسطى. وبعد كده بنشوف انابل في البيت وهي قاعده مع فيكتوريا، وفيكتوريا بتقول لها خلي بالك عشان ماما بتغير منك وانت في خطر فخلي بالك بقى. فطبعا انابل بتبقى في ايرور وفي نفس الوقت خايفه فاهم، وفيكتوريا بتسيبها وبتمشي. وبعد كده بنشوف الدكتور وهو قاعد مع فيكتوريا وبيواجهها بصوره ماما وبتاع، فبتقعد تزعق فيه وكده بتقول له يا اسطى انت هتاذي نفسك كده يا اسطى، هتموت نفسك يا اسطى. ومره واحده الكيان بيبدا يظهر للدكتور، والدكتور بيبقى خايف ومش عارف يعمل ايه، وفي الاخر بيهرب وبيبدا يتجه على البيت المهجور اللي شفناه في اول الفيلم اللي كان فيه البنات. وبعد كده بنشوف انابل وهي بتحلم ان هي بتقتل واحده، وبعد كده بتروح تاخد طفل وبتهرب وبيبقى في ناس بتطاردها وبتجري وراها، وبعدها بتاخد الطفل وبتنط من فوق جبل في البحيره، وبعدها بتفتح عينيها وبام بتكتشف ان كل ده كان كابوس وبتاع. وبنرجع للدكتور تاني وهو في البيت المهجور، وبيبقى داخل جوه وفاتح كشاف عشان الدنيا ضلمه وبتاع، وبيفضل يشوف نفس الحاجات الغريبه دي على الحيطه. وبعد كده الكشاف بيفصل منه وبيفضل ينور فلاشات بالكاميرا وبتاع وبيصور عشان يشوف اي حاجه. ومن هنا بنبدا نشوف خيال للكيان وبيهجم عليه وبيقتله. وبعد كده بنرجع لانابل وهي في اوضه البنات وبتبقى داخله تبص على الدولاب وبتاع ومش عارف ايه، بنبدا نشوف خيال للكيان والنور بيفضل يقطع وبتاع لحد ما في الاخر بتيجي فيكتوريا وبتلحقها على اخر لحظه وبتقول لها بعدي عن الدولاب عشان ما تموتيش. فبتنزل انابل مع فيكتوريا تحت وبتسحب الكرسي بتاعها وبتقول لها تعالي قولي لي بقى مين بقى الماما اللي انتوا بتتكلموا عنها وبتتكلموا معاها وانا بسمع صوتها ومش بشوفها دي. بس فيكتوريا مش بترد عليها، فبتروح انابل تدور على الحاجات بتاعه الدكتور، بتلاقي صوره هيدس اللي اتحولت لماما واللي بقى شكلها وحش وشيطاني جدا. وبعد كده بنرجع للوكاس في المستشفى وبنشوفه وهو بيحاول يفتكر المكان اللي شافه في الكابوس وبيرسمه. فاول ما بيطلع من المستشفى بياخد العربيه وبيحاول يدور على المكان ده، وفي نفس الوقت انابل بتبقى قاعده بتدور في الحاجات والابحاث اللي كان بيعملها الدكتور اللي كان بيتابع حاله البنات عشان عايزه توصل لماما دي، عايزه تعرف مين فاهم. بدات اخاف بجد عم، وبتعرف ان ماما دي لما جت تنتحر لما جت تنط نطت لوحدها والبنت ما نزلتش معاها. وبعد كده لما روحها طلعت بقى قعدت تدور على بنتها ما لقيتهاش، فرجعت البيت ولقيت ليلي وفيكتوريا، فقالت بقى ايه اقعد معاهم بقى وخلاص فاهم يسلوني. دي قصه ماما يعني. وبعد كده بنشوف ليلي وهي بتتكلم مع ماما، ماما بتقول لها بقول لك امشي من وشي دلوقتي عشان متعصبه، وهي بيطلعوا يجروا منها. بس لما يجي يطلعوا فيكتوريا بتطلع والباب بيقفل على ليلي وبتبقى في الاوضه لوحدها جوه، وانابل بتطلع تجري عليهم فوق على الصوت. ولما بتحاول تفتح الباب عشان تنقذ ليلي بتلاقي الكيان بيهجم عليها وبيحاول يقتلها، بس فيكتوريا بتترجاها انها تسيبها عايشه. وفي نفس الوقت خالتهم اللي كانت عايزه تتبناهم اول الفيلم بتيجي تزورهم في البيت، فاول ما بتدخل والكيان بيستحوذ على جسمها. وبعد كده بتفوق انابل ومش بتلاقي البنات، فبتعرف ان ماما خدتهم ومشيت، فبتروح تاخد الجثه بتاعت بنتها وبتروح على عنوان البيت بتاعها، وبتقابل لوكاس في السكه وبتاعه بتحكي له كل اللي حصل، فبياخدها وبيروح على الجبل اللي انتحرت منه ماما زمان، وبتشوف هناك البنات وهي بتحاول تغريهم عشان يرموا نفسهم من فوق، فبيروح لوكاس وانابل عشان ينقذوا البنات، وانابل بتديها جثه بنتها، فماما بتفهم ان بنتها ماتت من زمان وبتاعه مش عارف ايه، فبتفك دماغها على لوكاس وبتمسكه تضربه، وبتحاول ماما ان هي تاخد البنات وبتاع، بس ليلي بتبقى متعلقه بماما ديت قوي عشان هي اول حاجه شافتها وهي صغيره وبتحبها. ففيكتوريا بتبقى مع لوكاس وانابل، وليلي بيبقى الكيان خدها واختفى. اختفى بقى راح فين الله اعلم، اختفى بقى الله اعلم يعني فاهم، انا ما اعرفش. بس كل اللي انا اعرفه ان انا اقدر اقول لك ان انت ممكن تعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس وتفرج على اللي فات والسنه اللي جايه، لان احنا وصلنا لنهايه الفيلم يعني فاهم. هقول لك اكتر من كده مش عارف، وبرده كل مره كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.